مرحبا، أخيراً عم ندور على طريقة جديدة لتعلم اللغات ومنينا من الطرق التقليدية لتعلم اللغات. هنحاول نحن نتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة مختلفة تماماً عن ما تعلمناه في السابق. وحكينا في فيديو سابق عن المبادئ الأساسية لهذه الطريقة، وكان أول مبدأ Don't study grammar. جاني كثير من التعليقات والتساؤلات، استاذ هذا الكلام غير واقعي، ممكن انسان يتعلم اللغه او يتكلم اللغه من دون ان يدرس القواعد. نحاول نبرهن هذا الشيء صحيح اليوم او خاطئ من خلال اربع تساؤلات. السؤال الاول او التساؤل الاول، هل مرحله تعلم او دراسه القواعد موجوده بمراحل التعلم الفطريه لاي لغه من اللغات؟ عندما تعلمت انت اللغه العربيه مريت بثلاث مراحل اساسيه. المرحله الاولى كانت مرحله الاستماع والملاحظه، والمرحله الثانيه كانت مرحله التقليد والمحاكاه، والمرحله الثالثه وصلت مرحله الانطلاق اللغوي ومرحله الابداع. اين مرحله دراسه القواعد في هذه مراحل التعلم الطبيعيه الفطريه؟ غير موجوده، وبالتالي هذه اخر تعلمنا للغه الانجليزيه وتكلمنا لفتره طويله جدا. التساؤل الثاني، كيف كان الناس تعلمون اللغة قبل ضبط أبو أسود الدؤلي للقواعد؟ كانوا يتعلمون من خلال السرقة ومن خلال الاستماع، ما كان في حاجة لدراسة القواعد. طب ليش نظم أبو أسود الدؤلي القواعد؟ كان الهدف من ذلك استخدام القواعد لضبط اللغة وليس كذات التعلم. فنحن ما أسألنا فهمه أنه استخدمنا القواعد كأداة تعليم أو تعلم اللغة وليس كأداة لضبط اللغة، وهذا ما أخر كمان تعلمنا للغة والكلام. التساؤل الثالث، هل كل القواعد عم ندرسها نحن هي موجوده بالحياه الواقعيه؟ اكيد كنا شفنا افلام ومسلسلات، وبعضهم ذهب لاوروبا وامريكا وشاف الناس عم تحكي، الناس بتحكي ببساطه وما فيها كلها تعقيدات بازمنه محدده وبسيطه، هي present simple, present continuous, وpast, وpast continuous, وpresent perfect, future. وين كلها التعقيدات؟ نحن درسناها بالمناهج. وبالتالي هذا احنا شو الفائده من دراسه شيء غير موجود هو بالاصل بالواقع؟ التساؤل الرابع، هل دراسه القواعد هي طريقه ناجحه لتعلم اللغه الانجليزيه ام لا؟ خلال كل السنوات قضيناها بتعلم اللغه بينا انها طريقه غير ناجحه، وهي لاخر التكلم باللغه الانجليزيه. كيف وشلون؟ نحن عم ندرس القواعد، شو عم نقوم؟ بدراسة القواعد، تحليل القاعدة وتركيب القاعدة من أول وجديد، وبالتالي التفكير خلال فترة من الزمن. والواقع لو بدك تحكي ما في وقت، there's no time to think about the grammar، ما في وقت أبدا أنك تفكر بالقاعدة. وإذا بيسألك أحد من السؤال مثلا did you go to school yesterday؟ أغلب اللي عم يفكر did بالماضي الماضي، go went، إنه هو هيك درسها وهيك برمج عقله إنه يفكر بالقاعدة، وبالتالي هذا ما أخرنا كثير من تعلم اللغة والانطلاق في اللغة. طب شو الحل؟ كيف ممكن أتعلم حتى القواعد بطريقة فطرية مثل ما تعلمنا اللغة العربية؟ هذا إن شاء الله نحكي عنه في الفيديو القادم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير، وأنزل لي أي تعليقات أو آراء يا ريت تحطها بالكومنتس. شكرا كثير، حسيت معكم، السلام عليكم.